بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في مدرستكم عشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الثاني الابتدائي منى محمد. بداية أعزائي التلاميذ، سنتذكر معا أهم الإرشادات الوقائية والصحية التي يجب أن نتبعها، وكيف أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي. من هذه الإرشادات: أجلس جلسة صحيحة وأرتدي الكمامة طوال الوقت، وأحرص على تعقيم ونظافة يدي وأبعد يدي عن وجهي، لا أشارك كمامتي مع أصدقائي، لا أحافظ على وجود مسافة كافية بيني وبين أصدقائي، وأحرص على عدم مشاركة طعامي مع أصدقائي، وأيضا أحرص على عدم مشاركة أدواتي مع أصدقائي. وإن شاء الله يا رب تكونون بصحة وعافية. أحبائي تلاميذ الصف الثاني، موضوعنا ودرسنا لهذا اليوم هو التعبير الكتابي بيتنا. التعبير الكتابي بيتنا، كلنا نعرف ما هو البيت. البيت هو الذي نعيش فيه مع أسرتي، اللي هم أبي وأمي وأخوتي. سنقوم بقراءة بعض الجمل حول التعبير الكتابي بيتنا. الجملة الأولى هو: أولا، بيتنا. نتدرب على قراءة الجمل بيتنا. طبعا هذه الجمل تستطيعون أن تعبرون عن الموضوع. بيتنا هو، بيتنا هو المكان الذي أسكن فيه وأعيش فيه مع أهلي. البيت هو المكان الذي أسكن فيه وأعيش فيه مع أهلي. فالنقطة الأولى كلنا فاهميها ونعرفها، إنه بيتنا هو المكان الذي أسكن فيه وأعيش فيه مع أهلي. النقطة الثانية، كلنا طبعا نحب بيتنا، أحب بيتنا لأنه يجمعني بأهلي. أحب بيتنا لأنه يجمعني مع أهلي، يجمعني بأهلي، يجمعنا بأهلنا. النقطة الثالثة، ويحمينا من الأخطار. أكيد بيتنا هذا يحمينا من الأخطار ومن الحر. وقت الصيف والشمس الحارة يحمينا البيت من الحر والبرد أيضا والبرد، ويحفظ الأثاث، ويحمينا من الأخطار ومن الحر والبرد، ويحفظ الأثاث. إذن النقطة الثالثة، جملة رقم ثلاثة، ويحمينا من الأخطار ومن الحر والبرد ويحفظ الآثاث. ننتقل إلى جملة رقم أربعة، فيه غرف للنوم. أكيد إحنا عندنا غرف خاصة للنوم والراحة، للنوم والراحة. وفيه مطبخ، مطبخ كنا نعرفه لنطبخ به، وحمام، كل بيت به حمام، وحديقتي. مطبخ وحمام وحديقتي. النقطة جملة رقم أربعة، نقطة رابعة، فيه غرف للنوم والراحة وفيه مطبخ وحمام وحديقتي. ننتقل إلى الجملة الخامسة، أحافظ على نظافة بيتنا. لازم ان كل احنا نحافظ على نظافة بيتنا، لان هو المكان اللي يحمينا من الحر والبرد ومن الاخطار، هو المكان الذي نعيش فيه مع اسرتنا، صحيح، وآثاثه. احافظ على نظافة بيتنا وآثاثه، واهتم بالحديقة، نهتم بها ولا نقطف الأوراق ولا نقطف الأزهار من الحديقة. إذن الجملة كانت: أحافظ على نظافة بيتنا وآثاثه، وأهتم بالحديقة.
أعزائي التلاميذ انتبهوا معي جيدا لنشاهد التعبير مثل ما مكتوب بالكتاب. حبايبي التعبير مكتوب بنقاط أو أرقام غير متسلسلة، طبعا هذه الأرقام تدلنا على تسلسل الجمل بصورة صحيحة حتى نرتبها بصورة صحيحة ومتتالية، لكن عند كتابة التعبير أحذف هذه الأرقام جميعا اللي هي أقراها. رقم واحد: بيتنا هو المكان الذي أسكن فيه وأعيش فيه مع أهلي. أنتقل إلى جملة رقم اثنان: أحب بيتنا لأنه يجمعني بأهلي. أنتقل إلى ثلاثة: ويحمينا من الأخطار ومن الحر والبرد ويحفظ الآثار. أنتقل إلى جملة رقم أربعة: فيه غرف للنوم والراحة وفيه مطبخ وحمام وحديقتي. أنتقل إلى جملة رقم خمسة: أحافظ على نظافة بيتنا وآثاثه وأهتم بالحديقة. تمام حبايبي الحلوين، الآن انتبهوا وياي كيف قمت بكتابة التعبير الكتابي. أول خطوة نسويها وكلنا نعرفها، لازم نكتب بوسط الصفحة اسم الموضوع، اسم الموضوع اللي هو بيتنا، اللي هو بيتنا. بعدها وضعت نقاط فارغة بالبداية السطر الأول وانتقلت إلى جملة رقم واحد، فقط كتبت الجملة، الرقم رقم واحد حذفناه. بيتنا هو المكان الذي أسكن فيه وأعيش فيه مع أهلي. من كملت رقم واحد أنتقل إلى جملة رقم اثنان لكن دون كتابة الرقم، وضعنا فاصلة اللي تفصل بين جملة وأخرى. والنقطة الثانية فقط الجملة، كتبت فقط الجملة: أحب بيتنا لأنه يجمعني بأهلي. تمام، وضعنا أيضا فاصلة، انتقلت إلى الجملة الثالثة: ويحمينا من الأخطار ومن الحر والبرد ويحفظ الآثاث. وضعنا فاصلة وانتقلت إلى جملة رقم أربعة: فيه غرف للنوم والراحة وفيه مطبخ وحمام وحديقة. انتقلت إلى الجملة الخامسة، وضعت فارزة: أحافظ على نظافة بيتنا وآثاثه وأهتم بالحديقة. إذن أحبائي تلاميذ الصف الثاني، من أكتب تعبير أوضع اسم الموضوع بوسط الصفحة، أترك فراغ، وبعدها أسلسل الجمل حسب الأرقام لكن دون ذكر أو كتابة الأرقام، لأن هي فقط تدلينا على الجمل الصحيحة حتى نكتبها بصورة متتالية وصحيحة. إذن أعزائي التلاميذ انتبهوا معي جيدا لننتقل إلى موضوع جدا جميل وقصة حلوة وجميلة مثلكم، اللي هو موضوعنا البلبل، البلبل والحرية، البلبل والحرية. الآن سأقرأ القصة معا، انتبهوا وياي وبعدها سنقوم بتهجي الحروف والكلمات. البلبل والحرية. أنس سماك، أنس سماك ماهر. طبعا أنس هو اسم ولد مذكر، سماك يعني يعمل بالسمك، يصطاد السمك ويبيعه. ماهر يعني شلون نقول شاطر، ماهر يحب عمله. كان يرى بلبلا، كان يرى بلبلا جميلا، كان يرى بلبلا جميلا يقف على غصن شجرة، يقف على غصن شجرة يغرد فرحا، يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي، ويقول حريتي حريتي. أعيد هذه الجمل: البلبل والحرية. أنس سماك ماهر، كان يرى بلبلا جميلا يقف على غصن شجرة يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي. انتقل إلى تكملة القصة. نصب أنس شبكة للبلبل،
فصاده ووضعه في قفص جميل. تشوفون؟ ووضعه في قفص جميل وأعطاه ماء وطعاما لذيذا. لكن البلبل صار حزينا، وكان يغرد ويقول حريتي حريتي. طبعا البلبل من أصطاد أنس وضع هذه الشبكة ووضع في هذا القفص، أصبح جدا حزين وكان يغرد ويقول حريتي حريتي. انتقل لتكملة القصة. مرض البلبل، خطية صار مريض الحزين، وسكت عن الغناء، فرق له قلب أنس وفتح باب القفص، فصار البلبل في الفضاء وفرح بحريته في وطنه. تمام، هاي كانت قصتنا، هي البلبل والحرية. الآن أعزائي تلاميذ الصف الثاني، سنقرأ أنا وياكم فقط البلبل والحرية اللي هو صفحة 43 فقط، هذه الجمل جمل بسيطة، وإن شاء الله غدا بالمدرسة نعيد قراءة الموضوع ونكتبه معا، زائد ناخذ تكملته. الآن فقط 43. البلبل والحرية، البلبل والحرية. ال نطقتها ال ساكن، البلبل البلبل، انتبهوا مع نطق حركة الضمة مع الباء، البلبل، و مشكل بالفتحة ال الساكن، والحرية والحرية. أنس سماك ماهر، أنس متكونة حروفها، تلاحظون كيف كونت الحروف اللي أخذناها، كلمة أنس اسم مذكر، متكونة من الآ والن، أنس أن الوسطية والسين الآخرية، أنس ونطقتها مع حركة تنوين الضم، حركة تنوين الضم، أنس أنس. سماك سين الأولية ثلاث ركز، انتبهوا كلمة هاي كلمة سماك، والميم الوسطية ربطناها مع الألف سما آ، سماك كاف الآخرية مع تنوين الضم، سماك سماك، أنس سماك، ماهر مؤاما ماهر ماهر. إذن البلبل والحرية، أنس سماك ماهر، أنس سماك ماهر. لاحظت كيف كونت الحروف الهجائية كلمة، سواء كان اسم أو أي كلمة أخرى نقدر نتهجاها ونكتبها، صحيح؟ كمل الجملة اللي بعدها. كان يرى بلبلا جميلا، كان كأولية، هذا رمزها رسمها كأولية، آكا والنون، كان بالفتحة، النون مشكلة بالفتحة وأنطقها كان. يرى ي ر آ يرى، طبعا الألف المقصورة الآخرية هذا نرمزها أو شكلها مثل البطة، يرى ي أولية نقطتين الياء والراء متزحلقة زحلقة صغيرة، والياء الألف العفو المقصورة شكلها مثل البطة. بلبلا بلبلا، الباء الأولية مشكل بالضمة، بل ساكن بلبلا، هذا حرف اللام وبوسطه ألف التنوين بالفتح، ألف التنوين بالفتح. بلبلا كان يرى بلبلا، انتبهوا
جميلا. جيل أولية وربطت وياها الميم جمي والياء جميلا جميلا. لن اللام بوسطها ألف التنوين الفتح. كان يرى بلبلا جميلا. هذا هو البلبل الجميل اللي يغرد. كان يرى بلبلا جميلا وياي. كان يرى بلبلا جميلا. انتقل للجملة بعد وحدة. يقف على غصن شجرة. يقف هذا حرف الي حرف الق. يقف حرف الفاء الآخر مع الضمة فو. يقف يقف على عين أولية ال والألف المقصورة الآخرية على غصني غ غين. هذا الغين مشكل بالضمة غو. غصني صاد ساكن غص ني كسرة النون كسرة. على غصني شجرة. شيل أولية وجيب الوسطية صارت شج أر شجرة تن. هاي التاء الآخرية اللي ما تتصل مع حرف يصير شكلها مثل الخمسة وعليها نقطتين. وطبعا هي مشكلة بتنوين الكسر أصبح نطقها تن. شجرة. يقف على غصن شجرة. يقف على غصن شجرة. يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي. يغرد يو مشكل بالضمة يغ غ ر دو. يغرد يغرد. لاحظوا حرف الراء مشدد. يغرد يغرد مشدد يعني مكرر الحرف هذا مرتين. حذفنا حرف و وعوضنا بدل عنه الشدة. يغرد فرحا. ف مشكل بالفتحة الأولية ف ر كسرة ر هذا فرحا. ح وربطت معها ألف التنوين فرحا. ويقول ويقول وي هذا ي قاف الوسطية والواو يقول واللام الآخرية. ويقول حريتي حريتي. ح بالبداية تأتي بداية الكلمة أولية وأر حريتي. ها طبعا حرف الياء شكلها أيضا مثل البطة. حريتي. يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي. الآن نقرأ نعيد قراءة الموضوع. طبعا هذا المقطع الأول من الدرس صفحة 43. البلبل والحرية. أنس سماك ماهر. كان يرى بلبلا جميلا. يقف على غصن شجرة. يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي. أعيد. البلبل والحرية. أنس سماك ماهر. كان يرى بلبلا جميلا. يقف على غصن شجرة. يغرد فرحا ويقول حريتي حريتي. أعزائي تلاميذ الصف الثاني، هنا هذا الموضوع فقط قراءة. حتى غدا إن شاء الله نأخذه بالمدرسة. أريد من عندكم المطلوب لأن ما تلحقون كتابة هواية، فأعطيتكم شيء بسيط. كتابة التعبير الكتابي بيتنا اللي هو صفحة 42 مرة واحدة في دفتر القراءة. تمام. فقط كتابة موضوع التعبير الكتابي بيتنا صفحة 42 مرة واحدة في الدفتر. إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.